يعني لا تزال وزارة الكهرباء تتعرض إلى تلك الهجمات القديمة الحديثة بصراحة، واللي بات الجميع مطلع على حجم التخريب والدمار الذي تتعرض له البنى التحتية من قطاع الكهرباء على مستوى أبراج وخطوط نقل الطاقة بمقاطع مختلفة بأجزاء مختلفة وبمحافظات مختلفة. الكلام عن محافظة نينوى، كركوك، صلاح الدين، ديالى، الأنبار، يعني الأمور مو عشوائي. تأكيد احنا بعض الهجمات عشوائية وبعضها ممنهجة. هسه الممنهجة بالتالي تقصد بالممنهجة؟ يعني بالتالي اكو بعض الهجمات مدروسة، بعض الهجمات تستهدف مراكز القوى، بعض الهجمات تستهدف الخطوط الاستراتيجية جدا التي تكون هي حلقة ربط ما بين المنطقة الوسطى والشمالية. بالتالي تسعى إلى عزل المحافظات بعضها عن بعض، تسعى إلى تحديد أحمال المنظومة. هذه الحرب الموغلة بقطاع الكهرباء بصراحة. جديد جماعات الإرهابية شلون تميز بين هذه الخطوط وأهميتها؟ يعني بالتالي هذا المفروض يسأل عليه يعني الجانب العسكري. قدر تعلق الأمر بنا احنا اليوم تتضرر البنى التحتية لقطاع الكهرباء بشكل كبير، يعود ضررها بالمقام الأول على المواطن من حرمانه من الكهرباء. مضاف إلى ذلك بعض المشاريع الاستراتيجية التي تغذي مشاريع المياه، تغذي المستشفيات، تغذي محطات تصريف المياه الثقيلة، بالتالي من يستهدف. والكلام عن خطوط نصر قدس هذا رقم واحد واثنين بخطوط الطارمية. قبل يومين تم استهداف خط نصر قدس رقم واحد واثنين بعبوات ناسفة، بغيت أنه دخول مشروع ماء الكرخ بالحالة الحرجة وبالتالي منع مياه الشرب حتى عن جانب الكرخ من بغداد. اضطرينا أن نحرف تغذية من خطوط الطارمية، ضربت خطوط الطارمية بعد ساعتين. اضطرينا أن نحرف من خطوط الدجيل، ضربت خطوط الدجيل مرة ثالثة. هذا أكو معلومة يعني أكو شغل. تأكيد يعني لذلك احنا نقول الهجمات مرة عشوائية ومرة ممنهجة.